كائن من كان، اسمعها من عندي. أنا من حقي أن أسألك، ما هو الثقل الذي يمثله الشيخ علي حاتم سليمان؟ ما هي الأدوات الفاعلة التي يمتلكها السليمان في تغيير المعادلة في المرحلة المقبلة إلى الحد الذي جعل البعض يقلق وقد غيرك أصابه الأذى لمجرد أن التقى بك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيد العزيز، ما أعتقد يعني اليوم واحد يدعي الثقل ويدعي الإمكانية يعني تغيير المشهد السياسي بهذه الطريقة. أنا أعتقد المشاكل اللي أو الفوضى اللي سببتها القوى السنية في مناطقنا هي كفيلة بأن يعني خلينا نقول كفيلة أن تغير هاي الوجوه حقيقة. أما أنا ما عندي ثقل، العشائري فقط، يعني ما أمتلك لا تأثير على القرار السياسي مثل ما هم يفكرون، ولكن هم يخافون من قلب الطاولة على رؤوسهم في 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 مناطقنا وفتح ملفات وفساد وغيره، فهم استعجلوا. وحقيقة الأمر أنا أعتبره خطوة غبية من ناس يدعون يعني امتهان السياسة، وأنت مالك ليش ده تجفل؟ ثانيا ما أعتقد أنا أقدر أغير، لأن أنا لا صاحب كراسي في البرلمان ولا عندي تأثيرنا على الشارع، ممكن على بعض المناطق، ولكن ما هم يعني هم 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 أربكوا أنفسهم وهم بدوا يصعدون باللهجة الإعلامية ويحاولون يعني ارتبكوا بحقيقة ما والله بس أتفرج ما أفهم شو الموضوع، على شنو ارتبكوا، شنو ردة الفعل هذه اللي مالها موجب، الخوف من شنو؟ أنا عارف طبعاً، كنا نعرف إنه الحرامي لازم يخاف، ولكن تكون ردة فعلك بطريقة تستعين بها بحلفائك وبجيوش إلكترونية وبحشاك وبأفواه نتنة زين من بعض البرلمانيين، هذا يطلع يبيع عنتريات وهذا يذبح ويصلخ وهذه، يعني شفتها ضحكت بصراحة سيد نجم، والله العظيم يعني حالهم مضحك، ولكن ما جت بديهم. واني والله امدح حقت على الساعه قلت لهم نفطر بالرمادي، ورحنا الرمادي ورحت بأهلي ورحت بسيارات وحدي، هم كانوا يفكرون انه علي حاتم يجي راح يجي الى الانبار على راس قوه امنيه ومثل ما هم يسمون ميليشيات وغيره وغيره والله رحت بثلاث سيارات وداخل النوب شلون طب زين. انا دسلك سؤال، يعني هاي محافظات عراقيه لو مزارع مال ابو خلفوهم، ما انا هذا 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 يحس في خاطري، انت منو حتى تمنع هذا الطب وهذا ما يطب؟ وكنت اتمنى لو هم مسوين حركه غبيه لا والله كان ليش منعوك من دخول الانبار، يشوفون شيء اللي ما يتمنوا، يعقب اللي يمنعني من دخول الانبار كائن من كان، كائن من كان، اسمعها من عندي كائن من كان، حكومه ولا سياسيين، ديرتي هاي اهلي، افوت وقت ما اطلع ايش وقت ما احب واطلع ايش وقت ما احب، ما حد يمنعني. انا ما جيت مدعي ال 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 يعني يعني او ما جيت معي مشروع حتى اذي اهلي وناسي، لا، هذا مضيفي وتاريخي وديواني وعشيرتي وناسي واهلي ومحافظتي وبلدي كعراق زين، تمنعني بصفته منه وشنو هو حتى يمنعني؟ وخلي يجرب، وقلت لك ان شاء الله بعد 10 ايام اذا ما حسموا هاي الامور خلص احنا اللي علينا سويناه، مطالبين بان نحترم القانون، نطالب القانون والقضاء ان يحترمنا وينصفنا، واحنا احكيكها بكل امانه اعتقد انه القضاء العراقي تفهم وضعنا ما يحتاج بعد نوضحه، وافتهم الملفات اللي 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 جاي يعني يكيلوها انه الاطراف السياسيه هذه، ولكن مو هنا الموضوع. الموضوع اللي لفت انتباهي انه شركاء المكون السني او شركاء هذول ايش يسمونهم التحالف الثلاثي، شركاء السياده، يتحامون على الممثلين السنة أكثر من السنة. أنتوا جابكم وشنو أنتوا بالموضوع وبالمعادلة؟ موضوع أنباري، موضوع يخص هذه المناطق، إحنا والسياسيين أنتوا شكوا، هديتوا جراوتكم وتنبح بالإعلام، وهديتوا كم نائب مع جل احترام الباقي النواب، هديتوا هالحشاك هالمطاقعة ذول، إيش عندكم أنتوا؟ مشكلة بيناتنا إحنا ياب. هذا اللي شوي يعني انتبهت، لأنه مو بس ذول تأثروا، ذولاك هم تأثروا زين، خير إن شاء الله يعني. كل واحد طب ديرته سوي له عرس انتو لو شلون. فسيد نجم انا اقول لك اياها بكل امانه، وضع هش، الاعلام شيء والواقع شيء اخر، القوى السياسيه الموجوده اقسم لك بالله ما تمتلك شيء خلاص في هذه المحافظه، والله اقسم لك بالله العظيم، الناس كلها مستاءه وضايجه. ليش؟ زين،
لأن قلة مستفادين والباقيين كلهم عايشين بقدرة الله سبحانه وتعالى. زين، لحد الآن نتكلم عن موضوع عمار، ولحد الآن إحنا لا تعويضات لا مهجرين لا كثير ما نقعد نعدهن. بالنتيجة اللي خافوا منه إنه راح علي راح يطب وراح يصير خطاب تصعيدي وراح يصير كذا وترجع المشاكل، وإذا النتيجة كانت عكس هذا كله، لذلك سكتوا وما عندهم بعد شيء يقولوا، فذهبوا إلى التهدئة والتهدئة. يا إحنا ما جينا غزو.